وتوقيع العقد على في منطقة غرب عبد الله المبارك إنشاء 5000 وحدة سكنية. نبارك للشعب اللي مخصص لهم الكويتيين المخصصين غرب عبد الله المبارك. ما بقى شيء. سنتين 2017 ويقول لكم الوزير إن شاء الله شهر 10 وحطوا سنة تأخير 2018 سنتين تبنون 2020 نفس الحسبة اللي حسبناها وكذي الدشور الرسمي انتظار 30 سنة. مبروكين عطوا لنت. تم الانتهاء من توزيعات هذه المنطقة من ضمن توزيعات سنة 2014 و2015، وتم يعني انتهاء آخر دفعة منها تاريخ 16/3/2015. والحمد لله احنا اليوم شهر اكتوبر ان شاء الله نبدأ ب يعني تدشين هذا المشروع، وهو يعتبر آخر يعني عقد من العقود اللي تم توقيعها بالنسبة لتوزيعات سنة 2014 و2015. فبهذا الوضع نكون أكملنا جميع العقود اللي تخص في توزيعات 2014-2015 اللي كانت بالغة 12,753 وحدة سكنية. ونتأمل إن شاء الله أن ونأكد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قادمة وجادة في طرح المشاريع. مدة المشروع يعني سنتين إن شاء الله نتوقع يعني نتأمل ونتوقع أن سنة 2017 أكتوبر 2017 تحديدا المواطن يستلم رخصة البناء وإن شاء الله يعني يقوم في تشييد بناء المنزل أكتوبر 2017. الله يوفقك معالي الوزير، أنا نصحتك والله كريم. اللي بعده